يقول: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي، وليس له ولد ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل، أي مختل العقل، ولا يعامل معاملة العاقل، علما بأنه كان يصوم ويصلي. وسؤالنا هو: نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا، فماذا نفعل تجاهه؟ هذا الرجل لا فريضة عليه، لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله قبل وجوب الحج عليه، فإنه لا حج عليه، وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه. لا يلزمكم أن تحجوا عنه ولا أن تأخذوا من تركته لمن يحج عنه. نعم.